السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم خير. اليوم يوم الثلاثاء الساعة 7:30 الصباح، تاريخ 2/6/2020، وهذا كرمستج، وهذا مسجد جامع كرمستج، هو أكبر وأجمل مسجد هنا في المنطقة. باني المسجد الحاج زينال علي رضا قبل 150 سنة. أنا أمس جيت صورت هنا هذا المنطقة بالفارسية، بعد أخواتنا أحبائنا أقربائنا اللي عايشين بالسعودية وبالإمارات أرسلوا لي مسجات يقولون أنت تتكلم الفارسية وأنا ما فهمنا، أنا كرمستجين أصل ما شفنا كرمستج، ولكن ما فهمنا إيش تقول، وطلبوا مني إن أجي أصور من جديد وأوضح لهم ما هي قال شنو. شايفين هذا كرمستج، هذا بيوت كرمستج، مجرد تطلع من بيت وتتجه إلى شمال كرمستج حوالي 50 أو أكثر شيء بالكثير 100 متر توصل هنا منطقة قالشنا. هذا قالشنا هنا في حديقة أو زريبة أو بستان أو إيش ما أدري إيش أسميه، نخيل، فيها نخيل وفي فواكه بعد، زيتون زي برتقال. وليش يسمون قالشنا؟ قال بالفارسية، هو كلمة قال بالفارسية يعني حفرة، يعني بالكرمستجية نسميه قود. هنا هذا الأرض قالشنا كان ملكية الأرض حق فولاد أبو الحسن فولاد رزائي المغفور والمرحوم، اللي كان أبو عبد الرحيم وعبد الرحمن أبو الحسن. ملكية الأرض قالشنا حق فولاد أبو الحسن. ليش سمن قالشنا؟ زي ما قلت هنا كان في حفرة، شايفين هنا كان في حفرة كبير يتجمع في مياه غدير، وحفرة يعني قال، وشنا يعني السباح، يعني سباحة، كنا نسميه قالشنا يعني حفرة السباحة أو غدير للسباحة. الحين بسأقول لكم من جديد قالشنا، منطقة قالشنا، علشان تشوفون. وزي ما قلت ملكية الأرض هذا، هي ملكية قالشنا هو فؤاد أو فولاد أبو الحسن، يعني بالكرمستج نسميه فولاد هاجي أبول، فولاد هاجي أبو الحسن. هذه قالشنا، وهذا منارة المسجد اللي قلت لكم، مسجد جامع كرمستج. باني المسجد هو الحاج زينال علي رضا. مسجد قديم، مسجد عريق، مسجد كبير. إن شاء الله يوم من الأيام أروح داخل المسجد أسول لكم. الحاج زينال علي رضا باني المسجد قبل 150 سنة. شوف طول القالشنا حوالي، يمكن طوله حوالي 200 متر يمكن أو أكثر، ولكن أرضه قليل يمكن 50 متر. الحين بوريكم. هذا بداية قالشنا هنا، النهاية كان هناك اللي كنت أسول لكم الغدير، الحفرة اللي قلت لكم كان يتجمع في مياه، وإحنا لما كنا صغار أولاد كنا نسبح فيه، عشان كده يسمون قالشنا يعني حفرة السباحة. هذا شوف هذا أرض قالشنا من هنا إلى جنب المسجد، وهذا مسجد جامع كرمستج من زاوية ثانية. كما قلت زي ما قلت لكم مسجد عريق، مسجد قديم، مسجد جميل، مسجد كبير مره.
يعني قبل 150 سنة يمكن اللي عايشين الله هنا في قرية كرمستج كان عددهم 60 أو 50، ولكن الشخص اللي بنى المسجد بنى حق اليوم يمكن حق بعد 100 سنة، لأن حتى الحين لما كرمستجين كلهم يجون يصلون في المسجد ما زال فيه مكان واسع، يعني يمكن حتى بعد 100 سنة أو 200 سنة. وهذا المسجد من زاوية ثانية من جهة ثانية. هذا مسجد شايفين، بس الحين باب المسجد مقفول ما اقدر اروح داخل اصور لكم. ايام العادية يسلون هنا هذا الجهة، يوم الجمعة هنا داخل، والمغرب والعصرية في فصل الربيع هنا برا. شايفين هذا المنطقة مسجد جميل جدا وكبير وأريق ووسيع.